وفي سياق متصل أيضا، عقد مكتب التمثيل التجاري المصري في قبرص اجتماعا لوفد رجال الأعمال المصريين للتعرف على آفاق الاستثمار في قبرص والاستفادة من بعض الصناعات كالأدوية والحديد والصلب وسلاسل المحلات التجارية. وقد عاودت الصادرات المصرية لقبرص التحسن التدريجي لمعدلاتها خلال العام الماضي، حيث تضاعفت الصادرات المصرية إجمالا إلى قبرص لتبلغ قيمتها 27 مليون و300 ألف يورو عام 2016 مقابل 20 مليون و600 ألف يورو عام 2015 بزيادة نسبتها 35.5%. كما حققت الصادرات المصرية السلعية إلى قبرص طفرة كبيرة خلال الأشهر أو السبعة أشهر الأولى من العام الحالي 2017 لتبلغ قيمتها 22 مليون ونصف المليون يورو مقابل 12 مليون يورو فقط عن الفترة نفسها من عام 2016 بزيادة نسبتها 88%.